لكن هل علاجه بقى كنادي اهلي وجماهير نادي الاهلي ان احنا نفضل نهاجم بعض؟ لا يعني نفضل نهاجم حاجه هنا حاجه هنا واحنا نهاجم بعض وكده، اعتقد ان ده ما يصحش ابدا ومش هينفع ومش هينفع. انت في النهايه النادي الاهلي اكبر حاجه في النادي الاهلي هي قوته. نعم. اكبر حاجه في النادي الاهلي هي لمته. تمام. حتى ولو كانت الظروف حالكه او حتى لو كانت الظروف صعبه او حتى لو كانت الظروف يعني مستعصيه عليك، دي كوره في الاول والاخر. نعم. تمام. مش هتفقد الامل ولا هترمي الموضوع ده. انت رمز للتحدي ورمز للبطوله ورمز للتواجد، رمز كل حاجه. تمام. لكن في النهايه احنا مع بعض كاداره او جهاز فني او جماهير. كلنا هنبقى مع بعض. لو خدت مننا من الثلاثه دول فك شويه، لا الامر هيبقى صعب. نعم. تبقى عارف كويس قوي ان الامر سهل. تمام. هياخد وقت، هياخد وقت، لازم تكون معانا. لازم تكون في ظهرنا. تمام. انت بتعمل صفقات مش هتبخل بيها. ما انا لسه كنت عايز اسال حضرتك في النقطه دي تحديدا. بجهد ولا بماده. اكمل الجزء دي بس يا كابتن. اتفضل يا كابتن. اتفضل. لا هتدخل بجهد ولا بماده. خالص. تمام. لان انت بتتكلم على الاهلي والاهلي ثمنه غالي قوي. الاهلي اهلي. يعني اللي هتبقى الموضوع موضوع ماده هتستخسر في حاجه ابدا ولا مجهود. لا هتتعب لان انت يستاهل. ما تروحش بيتك بقى ما تشوفش ولادك تعيش ال 24 ساعة تمام عشان بكرة، مش شرط النهاردة. نعم. يعني مش بالضرورة النهاردة، واللعيبة تستوعب ده والناس تبقى عارفة ده. لكن أنت جاي في وقت صعب جدا، الوقت صعب، الكل هيستحمله ولا الكل مش هيستحمله؟ هنبدأ نتكلم على بعض وهنبدأ نتكلم هنا ونتكلم هنا ونتكلم هنا ونتكلم هنا، هتلاقي الأمر بقى بيفرط وبيطول بيطول. يعني بيفرط منك وبيطول. لا خليك في ظهرك بقى، في ظهر الاداره، في ظهر الجهاز الفني، الاجهزه الفنيه، في ظهر اللاعبين، في ظهر كل الناس. نعم. تمام. انت النهارده ما بتعملش اتحاد انديه، انت بتلعب كمان انت بتلعب العام السفلي، يعني انت بتلعب مع الاتحاد الانديه وبتلعب الاتحاد السفلي، الناس بتزعل قوي بتزعل قوي. او العالم السفلي الناس بتزعل قوي لما بنقعد نقول مبادئ 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 مبادئ. يا سيدي احنا هنفضل نقول كده حتى لو خسرنا البطوله. حتى لو خسرنا كميه بطولات من غير طبيعيه. مش احنا الناس اللي بتغير التيشيرتات عشان العالم السفلي يقول لها العب بازرق ولا باحمر. مش احنا ده. تمام. احنا ناس متربيه صح ومعموله صح. نعم. تمام. وهتفضل لاخر اخر نفس تتكلم صح حتى لو خسرنا بطوله، حتى لو خسرنا اثنين، حتى لو خسرنا 10. تمام. وده صعب يحصل يا كابتن، وده صعب يحصل. إيه؟ برضه خلي بالك ده صعب يحصل ان انت تخسر بطوله او 10، ده صعب يحصل. لا لا، في حاجات كتير قوي، في حاجات ما تشتريهاش يا اسلام. نعم. في حاجات كتير ما تشتريهاش. في حاجات كتير جدا 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 لازم تاكدها. تمام؟ انت بتشتغل لبكره. بتشتغل للنهارده. بتشتغل للمستقبل. تمام؟ توفيق ربنا بتاع ده ربنا. توفيقه موجود معاك زي الفل، مش موجود معاك خلاص. نعم. خلاص. اللي عايز اوصله بس من المسج اللي انا عايز اقوله. ايوه. ان الكل يبقى واحد. بدايه اداره، جمهور، لعيبه، جهاز فني. الكل ده في نفس الدايره يا اسلام. الكل في نفس الدايره. هتاخد وقت؟ هتاخد وقت. تمام. معانا يبقى زي الفل. تمام التمام. انا بس اخيرا عايز اسال المصابين، مجموعه من العلاقه، المجموعه اللي موجودين هتوصل للي انت عايزه. هتبخل؟ لا مش هتبخل.